بثلاثة اثنين سعادة تعادل وفاز بكأس الرابطة بخمسة أربعة. منتخب ألمانيا أمام المنتخب الأوكراني كان متأخر على إنذار محسن متولي. لاعبو الرجاء يفقدون تركيزهم في دقائق صعبة وصعبة جدا. يعني محسن متولي كان في غنى على هذه الحركة. معليش المباراة تتواصل في روح رياضية ما بين لاعبي الفريقين معا. كنت أتحدث عن المنتخب الألماني الذي كان متقدما على منتخب أوكرانيا وفي الأخير عاد المنتخب الأوكراني ليسجل أربعة أهداف دفعة واحدة خلال الجولة الثانية. وسعادة تكافؤ كرة القدم اليوم تؤمن بشيء واحد هو العمل. الجانب النفسي مهم جدا، يعني لاعبو الرجاء افتقدوا التركيز في لحظات عصيبة خلال الجولة.